يعني الموضة ما خلت شيء زينب، ودرج بالسنوات الماضية موضوع الاعتماد على الغذاء لتحديد جنس الجنين قبل أن يكون هناك حمل عند السيدات، وبدأ الأزواج بالبحث عن هيدا الحميات ليطبقوها، وأيضا أحيانا بيكون تطبيقها بيكون بشكل عشوائي دون معرفة إيجابياتها وسلبياتها ومدى صحتها. اليوم رح نحكي عن هيدا الحميات وهالآلية الصحيحة لاتباع، أيضا أسئلة رح تجاوبنا عليها أخصائية التغذية أريج درويش. يسعد صباحك أريج، وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. صباحك يا أريج. هلا. يعني عم نحكي عن موضوع هو كتير درج بفترة معينة يمكن لهلا، بس صار في شوية وعي. خلينا نحكي أول شيء، هل فعلا الحمية الغذائية ممكن تساعد بتحديد جنس المولود؟ تمام. هلا نحن بالدراسات الاخيره يلي اجريناها على هذا الموضوع تم تقديم كثير من الدراسات والتجارب على عدد كبير من النساء خلال فتره الحمل وقبل فتره الحمل، اكد هذا الشيء انه الغذاء بياثر على نقدر نحن نحدد جنس المولود. طبعا هذا الشيء ما بيكون بنسبه نجاح 100%، بس تقريبا طلعت نسبه 70% من النساء بتزبط معهم هي الحميات. هلا نحن تمت الدراسه على 750 امراه، خليناهم يكتبوا شو عم ياخذوا قبل فتره الحمل، يعني قبل تقريبا شهرين لثلاث شهور من فترة الحمل، وخلال فترة الحمل شو هي أكثر الأغذية اللي ركزوا عليها خلال هاي الفترة، وتم التأكيد أنه هاي الأغذية اللي تناولوها أثرت شوي على موضوع الحمل. كان تقريبا 45% من الحميات متبعة لحتى تكون المولود أنثى، و 65% لحتى يكون المولود ذكر. حلو. يعني أريج احكي لنا شو هي الأغذية اللي مثلا بتنصحوا فيها في حال حابين، هو دائما نحن بنقول انه هيدا الشيء من رب العالمين. أكيد. دائما ورب العالمين اللي بيريده هو اخر شيء بده يكون، ولكن نحن بنتبع هي الحميات كرمال الدراسات اللي صدرت مؤخرا. شو بتنصحوا؟ خبرينا اذا مثلا اللي بدهم صبي او بنت. تمام. هلا هي العمليه بتعتمد على تغيير الوسط للرحم اذا كان قلوي او حمضي. نحن في عنا بيقش حمضي وعنا بيقش قلوي. البيقش القلوي بيكون بيجذب النطفه الواي اللي هي الذكر بنسبه اكبر من البيقش اللي بيكون حمضي. فنحن وقتها بدنا يكون في عنا حمل بذكر بدنا نحاول نركز على عده شغلات. اول شيء انه نحن نزيد كميه السعرات الحراريه اللي عم ناخذها عند المرأة الحامل أكثر من لما بيكون بدنا بنت، يعني بدها تكون تقريبا كمية الكالوري 2000 ل 2500 كالوري خلال النهار للمرأة الحامل. الشيء الثاني إنه نحن بدنا نركز على الأغذية اللي بتحتوي على كمية من البوتاسيوم وعلى كمية من الصوديوم بنسبة كثير كبيرة، يعني بدنا نحاول نحن طبعا البوتاسيوم موجود بالموز، موجود بالبروكلي، موجود بالخضار الورقية الخضراء، موجود بالمكسرات بنسبة كثير كبيرة. هي أهم الأغذية اللي لازم تركز عليها الأنثى لما بيكون في عندنا حمل أو بدها حمل بمولود ذكر. اما الحمل بمولود انثى بيعتمد على انه نحن بدنا نخفض كميه السعرات الحراريه اللي عم ناخذها شوي، بالاضافه لانه الذكر بدنا نخفض تمام بدنا هذا كمان الشيء تاكد لما نحن في عندنا هلا المراه صارت مراه عامله، فبتلاقي انه كميه السعرات الحراريه اللي عم تاخذها خاصه بالدول الغربيه كثير قليله بسبب فترات الشغل الطويله، وهذا الشيء فسر انه صارت عنده نسبه المولود الانثى اكثر بكثير من المولود الذكر بسبب انخفاض السعرات الحراريه اللي عم ياخذوها. كمان بالاضافه لهيك انه نحن لازم كثير نركز على الاغذيه اللي بتحتوي على الكالسيوم وعلى المغنيزيوم، يعني الحليب ومشتقاته بشكل عام، اللبنه، الجبنه، البيض، كلها لازم تكون موجوده بنسبه كبيره، بالاضافه للاغذيه اللي بتحتوي نخفف الاغذيه اللي بتحتوي على الصوديوم وعلى الملح بنسبه كثير كبيره. نعم. الملح يمكن بيحبس سوائل بالجسم كمان اساسا. تمام. حتى الملح بياثر على الكان واي او الكان اكس، يعني بياثر على الحيوانات المنويه بنسبه كثير كبيره. نعم. طب خلينا نحكي شوي أريجة، بس تعرف حالها المراه حامل هل بتتاخر اذا اتبعت بفتره الحمل الحميه ولا لازم قبل؟ لازم قبل، لازم نحن نبلش قبل تقريبا ب 60 يوم عم تخطط من الحمل. تماما. يعني قبل بشهرين لثلاث شهور المفروض تصير تركز على اغذيه معينه وتخفف من اغذيه شوي شوي، طبعا لازم يكون النظام الغذائي جدا مدروس لحتى ما ياثر على صحتها او ما ياثر حتى على صحه الجنين. حلو كثير. يعني ايضا أريج في نقطه كثير مهمه انه الغذاء الصحيح للام مو تاكل بشكل عشوائي. عفوا، كثير بنشوف امهات
ممكن بشكل عشوائي يتناولوا الطعام، صح. ممكن يزيدوا كميات طعام على الفاضي، فقديش تماما. مهم ايضا يكون في تحديد لوجبات الام أكيد. خلال الحمل. لهيك نحن كثير بنركز انه كل مرأة يكون في لها نظام غذائي معين عند طبيب او عند اخصائي التغذيه اللي هي متابعه معه، لانه كثير من الاشخاص هلا مثل ما قلنا انه نحن بنعتمد على رفع السعرات الحراريه لحتى يكون نعم. في مولود ذكر، فنحن في كثير اشخاص بيصيروا بياخذوا كميات من الاكل بنسبه كثير عاليه، هذا الشيء بيؤدي للبدانه، البدانه كمان ممكن تاثر على الحمل وتاثر انه يصير في عندنا تاخر بحدوث الحمل، صحيح. فنحن بدنا يكون في عندنا نظام غذائي مدروس لكل شخص، حتى في عندنا كثير من الاناث بيكون في عندهم مرض سكر او بيكون في عندهم امراض هرمونيه او خربطات هرمونيه، نعم. هي كلياتها لازم تتاخذ بعين الاعتبار، فكثير غلط انه نحن بس انه نحط الاغذيه مثلا اللي فيها مغنيسيوم ناخذها نمنع الاغذيه اللي فيها صوديوم، مو هيك، هي بس قصه معادله، بدنا نزيد شيء على حساب شيء، بس هذا بيختلف من شخص لشخص ثاني. نعم. يعني حسب كل امراه لها حميه خاصه، ما أكيد. هيك تماما. حسب زمره الدم ووضعها الصحي، تمام، وزنها وطولها. أريجة، هي الحميات هل بتضر بالأم؟ إذا كانت متبعة بشكل عشوائي أكيد، مثل ما قلنا نحن هلأ أنه الصوديوم والبوتاسيوم لحتى نجيب صبي بدنا نرفع كمية الصوديوم والبوتاسيوم، هذا الشيء أحيانا موجودين وين البوتاسيوم والصوديوم؟ البوتاسيوم موجود بالموز، موجود بالمشمش، موجود بالفواكه المجففة بشكل عام، والمكسرات بنسبة كتير كبيرة وبالخضار الورقية، تمام؟ فنحن هاي الأغذية إذا ركزنا عليها فبدنا نرفع كمية الصوديوم بنسبة كتير كبيرة، إذا رفعنا كمية الصوديوم ممكن يصير في عندنا نحن رخ خربطة بالضغط، بضغط الدم أو باحتباس السوائل عند المرأة، وهي أساسا المرأة الحامل بتعاني من احتباس سوائل، فبدنا ناخذها بنسبة بتناسب تماما وزنها تمام. وبكمية بتناسب تماما وزنها. بتختلف إذا مر الدم؟ هلا زمرة الدم ما كتير، هي لسه الدراسات ما أنا بصراحة مثبتة تماما إنه إذا في عنا نظام غذائي حسب الزمرة الدموية، بس نحن الشيء اللي بنتبعه هو حسب الوزن وحسب الطول وحسب طبيعة الحياة اللي بتكون عم بتمارسها المرأة الحامل. نعم. ما بيقولوا أريجة، الأهم شيء كمان أيضا الخلقة التامة أكيد. في حال اتباع الحمية أو عدم اتباعه، ولكن دائما التنوع مثل ما قلتي بالغذاء يعتمد مو بس على الأم، أيضا على الزوج، يعني اثنيناتهم هنا لازم يديروا بالهم على صحتهم تمام. وعلى أكلهم ليكون الجنس الجنين هو سليم. وصحيح. قديش في أضرار على الأم بتصير نتيجة حميات خاطئة بتكون فيها، بيصير في ضرر نوم، يعني كمان احيانا بصير عندها ضرر مثل ما حكيتي عن طريق تناول الاملاح الزائده في حال احتباس السوائل، او عن طريق تناول اغذيه ممكن سمنه يصير غير تماماً. ضرر بالسمنه، يعني تاكل معجنات كثير بنسبه كثير كبيره، حتى هي البدانه حتاثر عليها، البدانه كثير بتؤدي لتكسير الحيوانات المنويه وبالتالي تاخير حدوث الحمل، حتى في عندنا كثير مهمه هي التدخين، في كثير من النساء الحوامل بيدخنوا ما بيقدروا يبطلوا دخان او الارجيله بشكل عام، هي كثير بتزيد الجذور الحرة الموجودة بالجسم، والجذور الحرة الموجودة بالجسم بتأدي كمان لضعف بالخلايا الحيوانات المنوية، كمان هذا بيأثر على الحمل بكل الأشكال، فنحن بدنا نحاول يكون في عنا مراعاة للقواعد التغذوية كاملة، من لما المرأة بتفكر إنه يصير في حمل، لازم تصير تنظم أكلها بطريقة صح، تحاول تبعد عن كل الأشياء يلي هي عم بتضرها، إن كان من عادات بالتدخين أو بالنوم أو حتى بالأكل الجاهز اللي فيه كمية كتير عالية من السعرات الحرارية واللي فيه عالية كتير من الدهون، هذا كتير بيأثر على ارتفاع الدهون الحشوية. كمان ارتفاع الدهون الحشوية بيأثر على حدوث الحمل، فهذا كله نحن بدنا نحاول انه يكون مأخوذ بعين الاعتبار من اول شهرين ما بتفكر المرأة انه تصير في حمل. نعم. طب لما اي حدا بتوجه لعند اخصائي تغذية ان كان بده خطط لحمل او بده يحدد جنس المولود، في حمية غذائية في النساء جنس المولود بس بدها تحافظ على وزن مثالي حتى ما تتعذب بس تخسره، أكيد. وفي ناس بتحب تحدد جنس المولود، نصائحك لإلهم شو هي؟ تمام. يعني في خطوط عريضة دائما بفترة الحمل للمرأة 9 شهور حتى الواحد ما يزيد كمان كتير، يمكن 12 كيلو تماما المسموح. هي الزيادة تقريبا المسموحة بين 10 ل 12 كيلو، هلا في كتير من الحوامل بيصيروا بياكلوا عن 2، هي كتير نحن بنسمع انه انت حامل فلازم تاكلي عن 2 لإلك وللجنين، هذا الشيء كتير غلط تماما، نحن بنزيد بس 200 ل 300 سعرة حرارية بالنهار للمرأة الحامل، يعني ممكن نزيد سناك كتير خفيف، ممكن قطعة من الفواكه، قطعتين من الفواكه، ممكن نزيد كمية شوي الغداء يلي عم ناخده، بس مو نحن نكون عم ناكل عن شخصين، هي المرأة الحامل كمان ممكن ما يبين عندها زيادة الوزن بأول 6 أو 7 شهور، حيصير في عندها زيادة الوزن بآخر 3 شهور، فهي بتتفاجأ بزيادة كتير كبيرة خلال الثلاث شهور الأخيرة من الحمل، نعم. هذا الشيء بيكون نتيجة الأغلاط اللي هي عم تتبعها أساسا من أول الحمل، من بداية صح. الحمل، فنحن من بداية الحمل بدنا نحاول نتعود على تعداد الوجبات الغذائية بشكل كتير كبير، نحاول ناخذ الفطور، الغداء، العشاء، الفطور وجبة كتير مهمة وكتير أساسية عند المرأة الحامل.
تعمل، لانه كمان بتنزل مستوى السكر خلال النهار، فهذا الشيء بخليها تتحكم بكميه الاكل اللي رح تاكله خلال النهار. الشيء الثاني المنبهات، كثير لازم ننتبه منها عند المراه الحامل. ممنوع هي تتجاوز لثلاث اكواب من القهوه، فينا نقول ثلاث يعني بشكل عام المنبهات بشكل كامل ثلاث اكواب مو اكثر من هيك، لانه كمان هذا الشيء بياثر على الضغط وبياثر على حدوث الحمل بفترات الحمل المتاخر. نعم اريف، شكرا كثير للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وان شاء الله يا رب هيك يقدروا مشاهدينا يستفادوا منها. واهلا وسهلا فيكي، نورتي صباحنا. شكرا لكم. شكرا لك اريف.